الرحمن الرحيم. أعضاء جمعية القلب المصرية الأفاضل، بيسر جمعية القلب المصرية أنها تقدم لحضراتكم برنامج تعليمي جديد أونلاين على هيئة بلاتفورم. البرنامج ده هيبقى على مدار عام كامل، جزء منه موجه للأطباء على هيئة كومبتيشن، وجزء التاني موجه للجمهور للأويرنس بيشنت أويرنس بروجرام. لو كلمنا على الجزء اللي موجه للأطباء، احنا البلاتفورم ده هنعرض عليه حاجات مهمة جدا. هنعرض عليه scientific material related للاندمارك ترايلز، خاصة الترايلز اللي هي لها impact على الديلي كلينيكال براكتس. وهناخد example مثلا لموديول 1 وهو عرض للإسكيما ترايل in details. والبرزنتيشنز اللي هتتعرض هيبقى في نهايه كل برزنتيشن، بعد الدكتور ما بيخش يعمل ريجستريشن بيشوف البرزنتيشن، وبعد كده بيبقى في اسئله ام اس كيو، وبعد كده على حسب اجاباته السيستم بيديله البوينتس، وبعد كده في نهايه طبعا كل مديول بيبقى في اعلى يعني درجات للي حقق اعلى بوينتس من كل مديول. الاسكيما ترايل هتتعرض ان ديتيلز، وهيتعرض معاها اسئله بقى ريليتد للايمجينج، ريليتد للسي تي كورونري انجيو، ريليتد للكورونري انجيوغرافي. والحقيقه الساينتفك ماتيريال اتحضرت بعنايه فائقه واخذت وقت في التحضير. كمان بنعرض الاوبتيمال ميديكال تريتمنت، واتس مين باي اوبتيمال ميديكال تريتمنت، وقد ايه الاوبتيمال ميديكال تريتمنت ممكن يغير الاوتكم للعيانين دول، وبالتالي نتجنب unnecessary interventions. كل ده هيبقى في موديول 1. بعد كده الموديول الثانية هيتعرض فيها برضو another landmark trials، هيتعرض فيها new drugs، وبعد كده هيبقى في guidelines بقى، كل ال updated guidelines، EC guidelines أو American guidelines. هيبقى في عندنا الكرونيك كورونري سيندرومز، في ديسليبيديميا، في دايابيتس. كل برزنتيشنز هيتبعها الاسئله الام اس كيو الخاصه بيها. كان بلاند ان يبقى في فيس تو فيس ميتنج في اخر الموديولز لشرح كل الساينتفك اكتيفيتي اللي اتعملت على مدار السنه، وطبعا هيبقى في جوائز قيمه بتقدمها الجمعيه للحاصلين على اعلى الدرجات. الجزء الثاني بقى اللي هو موجه للجمهور اللي هو البيشنت اويرنس بروجرام، وده بيبقى برامج التوعيه الخاصه بالوقايه من امراض القلب. هيبقى في سلسله محاضرات للتعريف بعوامل الخطوره اللي بتؤدي الى امراض القلب، كيفيه تغيير نمط الحياه لتجنب امراض القلب، الاعراض الهامه اللي مهمه جدا الناس تعرفها عشان تقدر يعني يبقى في تشخيص مبكر للإصابة بأمراض القلب المختلفة. كل ده هيتقدم على البلاتفورم اللي هو هيبقى الجزء الخاص بالPatient Awareness Program. الحقيقة البروجكت أو البلاتفورم اللي معمول ده يعني بيلقى كل الدعم من أعضاء مجلس إدارة جامعة القلب المصرية برئاسة أخي العزيز أستاذ الدكتور خالد شكري، وبنتوقع إن شاء الله إن هو يبقى فيه استفادة، لأن ده بيتارجت كل دكاترة القلب على مستوى المحافظات، هيستمر على مدار عام كامل. وفي الآخر طبعا الجمعية بتقدم جوائز قيمة للفائزين بأعلى الدرجات إن شاء الله. طبعا البروجرام ده هو بالتعاون مع شركة فايزر أبجن، اللي بشكرهم على تعاونهم مع جمعية القلب المصرية في إن شاء الله البرنامج العلمي المتميز اللي هيتعمل على مدار سنة كاملة. شكرا لحضراتكم.